ما نسمحش لهم، نسمح لهم لا في الدنيا لا في الاخره. الضو ديال العينين ما كاين ما احسن منه. انا عيني دابا ما كنشوفش بها. انا اللي كان سبب ودارين هادشي ما نسمحش لي. اللي كان سبب ما نسمحش لي. القضيه تاع اللي وقعت لينا في 20 غوش دابا دار عليها العام، وباقي القضايا العين هي ما كاين لا جديد لا قديم. باقي العين تضرك، باقي صداع، الشوفان ما كاين لا شوفان لا العين. تتمشي عندهم تيديروا لك الدواء تيخرجوا تتقول اش عندك، تيقول لك باقي عندك التهاب في العين. وحنا دابا القضيه دار عليها عام بنادم، تصور عام بنادم جالس لا خدمه لا ردمة، اش غياكل اش غيشرب. القضاء مشينا للوكيل، عند الوكيل قال لنا باقي القضيه عندكم بعيده، باقي الدواء صام انتم 2023 وباقي قال لك تاع 21 باقي ما بديناش فيه. القضيه باقا مطوله قال لنا شويه. منين دقوا ديك البرا ما بقاوش دقوا، لان ديك البكره اللي دقات لينا من وقعت ديك المشكله ما عمرنا سمعنا شي واحد بقى دق ديك البرا. هما طالب انه يتسرع الدوسي تاعنا من عند وكيل جلاله وكيل الملك، يسرعونا في الدوسي وتكون المعامله في السبيطار مزيانه ويشوفونا. اللي خاصه شي عمليه يديروها ليه، يدير لنا شي راديوات يشوفوا العين كي دايره. هذا هو المطالب تاعنا في السبيطار. انا اللي كان سبب ودار لنا هادشي ما نسمحش لي. اللي كان سبب ما نسمحش لي. ولكن حنا مضرينا بزاف في العين. لقد كتلوح لي الميكروب. قضيتنا نهار شهر 9، نهار 19 شهر 9 عام وشهر، مشينا هنايا كنت كنعاني انا من عيني واحد العرق كيكب ليا في عيني في لاسر. ملي جيت انا عندهم هنا في 20 غوش دوزت عندهم، دار لي التاور، دار لي الراديو، قال لي راه واحد هذاك العرق كيكب لك في عينك، واحد الابره غادي تدقيها، قال لي غادي العرق ينشف ما يبقاش يكب في العين، ما خصوش يبقى يكب في العين. مشينا تجمعنا حنا 16 واحد، دقينا هذيك البره المشؤومه ذاك النهار المشؤوم، صافي دق لنا الميكرو في العين. ملي مشيت للدار كنحس ان عيني بغات تخرج من بلاصتها، والحريق والجمجمه ديال راسي غتقلع من بلاصتها. الصباح عيطوا علينا قال لك جيو نتوما كاملين هنا راه ميكروب دق لكم في العين. ديك البره اللي دقيتو فاسيده نهار 19 شهر 9. ملي جينا هنا شدونا نعسنا، نعسنا 12 يوم حنا ناعسين هنا، هبطوني داروا لي العمليه، قال لك باش يمصوا لك ذاك الميكروب. الميكروب اللي مشى لك للعين خاصو يتمص. دارت العمليه بلا فائده. درت العمليه الصباح حيدوا لي ذاك الفاصمه وبداو يقلبوا العين، لقاو العين ما كنشوف بها والو نهائيا. لحد الان ما كنشوفش بها. بقيت من ورا ديك العمليه بقينا قلت لك 12 يوم، بقينا بالعلاج بالبره بالعين كتدق بالدواء، يعني داروا جهدهم اكثر من جهدهم. ملي كملت هذيك الايام جات المناسبه ديال العيد، خرجنا عيد الميلود ديال ذاك العام، خرجنا بحالنا من تما. كل 15 يوم كنجيو، كل سيمانه كنجيو، هذا راديو، هذا تقاطر، هذا تلفازه، هذه هذه هذه، لا نتيجه. داكشي العين هي العين، العين تربات على جلاله. قال لك اسيدي انا ما كان، قلت لهم انا ما كنشوفش من نهار اللي وقع داك المشكل. قال لك لا غتولي تشوفي، غادي ديك الجلاله تربات لك في عينك، ملي غديروا لك العمليه هي اللي تلبسات لها العين، العين تلبسات بجلاله. قال لك هي اللي حابسه تشوف. ملي بقينا غاديين جايين تقريبا هادي عام وشهر، ما دارت عمليه باش تحيد جلاله، ما دارت معنا حتى شي وحده، رحنا باقين غاديين جايين لحد الان. الساعه ديال دابا حنا مضرورين ماديا ومعنويا. ما نسمحش لهم، ما نسمح لهم لا في الدنيا لا في الاخره. الضو ديال العينين ما كاين ما احسن منه. انا عيني دابا ما كنشوفش بها، والعين الاخرى حتى هي ضرات ليا، ولات ليا الضبابه في عيني.